اذا مستمعينا اليوم شي واس متنوعه نقترح لكم كرواسه مورقه وشيشه. غادي نحتاجوا في المقادير باش نحضروا هذه الكرواسه العجين ديالها: نص كيلو ديال طحين فورس، بيضه واحده كامله، نص كاس ديال الزيت الروميه، جوج معالق كبار ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، خمسه ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، خماره واحده ديال الحلوه، قبيصه ديال الملح. غادي نحتاجو كذلك الحليب دافي اللي غادي يكفانا باش نجمعو العجين ديال الكرواسه، تقريبا من سيترون ديال الحليب دافي. وحنا غادي نحتاج تجمع لنا هذا الخليط. ودائما بالنسبه لهذا العجين ممكن اننا نجربو بنص كيلو ديال الدقيق الفورس، وإلا عجبتنا هذا الاقتراح يعني وصدق لنا يعني من المره الاولى بالشكل اللي بغينا، فاكيد ممكن انكم تضاعفوا الكميه بكل سهوله وكتخرج يعني كميه كثيره ممكن نحتفظوا بها يعني في المجمد، او نصيبوا هاد يعني الكميه ديال الكرواسه. غادي نعاود كرواسه كتجي مورقه وشيشه بشكل مختلف: نص كيلو ديال الطحين فورس، بيضه واحده كامله، نص كاس ديال الزيت الروميه، جوج معالق كبار ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، خمسه ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، خماره واحده ديال الحلوه، قبيصه ديال الملح، الحليب دافي اللي غادي يكفانا باش نجمعوا العجين ديال الكرواسه. قلنا غادي نحتاجوا تقريبا نبداو بنص سترو ديال الحليب دافي، وحنا غاديين وحنا كنجمعوا حتى يتجمع لنا الخليط. بالنسبه للطريقه سهله: واحد القصريه متوسطه ولا واحد الاناء غارق شويه، غادي نديروا داك نص كيلو ديال الطحين فورس مغربل، ونديروا حفيره، نديروا في بيضه واحده كامله في الوسط، ونضيفوا نص كاس ديال الزيت الروميه وحنا كنخلطوا، نضيفوا خمسه المعالق كبار ديال السنيده، قبيصه ديال الملح، جوج معالق كبار ديال الخميره المعجونه، ممكن نديروها في شويه ديال الحليب ونخلطوها مزيان، وخماره واحده ديال الحلوه. كنخلطوا هاد المقادير كلها مزيان. عاد ديك الساعه كناخذ داك السيترو ديال الحليب اللي دفينا، وكنخلي ما كيكونش سخون، كيكون دافي، وكنحطو حدانا كالطريقه يعني كالعاده، ايد كنخلطوا بها العجين، وايد كنبقاو نجمعوا كنضيفوا داك الحليب دافي شويه بشويه حتى كيتجمع لينا العجين، يعني كيكون يعني العجينه مجموعه، وكندلكوها مزيان واحد شويه، ثم كنغطيوها وكنخليوها كترتاح. فقلنا نص كيلو ديال الدقيق الفورس كنديروا في الخليط، نص كيلو ديال الطحين فورس، كنديروا حفيره في الوسط، ونديروا بيضه واحده كامله، نص كاس ديال الزيت الروميه، نديروا خمسه المعالق كبار ديال السكر السنيده وحنا كنخلطوا، نديروا جوج معالق كبار ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، نديروها في شويه ديال الحليب نخلطوها ونضيفوها، خماره واحده ديال الحلوه، قبيصه ديال الملح. كنخلطوا هذه المقادير كلها مزيان، ثم كنجمعوا تقريبا جهد نص لتر ديال الحليب قلنا غادي ندفيو وغادي نحطوا قدامنا، ايد غادي نخلطوا هذه المقادير، وايد كنبقاو ندخلوا داك شويه ديال الحليب دافي، ما يكون سخون يكون دافي شويه بشويه، ما يكونش سخون باش ما تقطعش لنا العجينه، فيكون الحليب دافي ونبداو ندخلوه شويه بشويه حتى كيتجمع لينا هذا الخليط، كتجي عجينه مرخوفه، وندلكوها مزيان واحد شويه، ثم كتكون يعني عجينه مرخوفه، عجينه رطبه، كنغطيوها بالبلاستيك الغذائي ونخليوها كترتاح تقريبا واحد تقريبا نخليوها ترتاح واحد على الاقل واحد نص ساعه 30 دقيقه. من بعد منها يعني كترتاح 30 دقيقه كتبدا تخمر واحد شويه، ومباشره كناخذوا هذاك العجين بعد ما خمر واحد نص ساعه، كنقطعوا منه كويرات يكونوا متوسطين، 8 ديال الكويرات تقريبا غادي تجينا، 8 ديال الكويرات متوسطين، ماشي كويرات صغيورين بحال كيف كنديروا رغيفات بريسيج، وانما كويرات اللي هما متوسطين 8 تقريبا. كل كويره غادي نورقوها. اول حاجه غادي نكونوا حاطين قدامنا يعني من غير هاد المقادير، يعني ما درناش الزبده، يعني المقادير بالنسبه للتكراس ديال هاد اولا التوراق ديال هاد الكرواسه، غادي ناخذوا حق قدامنا تقريبا جهد 4 المعالق كبار ديال الزبده مذوبه، غادي نذوبوها وغادي نحطوها قدامنا في واحد الزلافه. مباشره هاد الخدمه ديال الكرواسه نديروها فوق شي طبله اولا فوق شي بوطاجير، غادي ناخذوا هاد الكويرات، قلنا العجين بعد ما ارتاح واحد 30 دقيقه نص ساعه غادي نقطعوا منه 8 ديال الكويرات يكونوا متوسطين في الحجم ديالهم. من بعد غادي ناخذوا الكويره الاولى غادي نورقوها بهذيك الزبده، يعني كناخذوا شي زبده وكندهنوا هذيك الكويره وكنبقاو نطلقوها ونورقوها مزيان بالمدلك، يعني ملي كتورق مزيان وكتجينا دائره كبيره كناخذوا الكويره الثانيه كندهنوها بالزبده كنورقوها بالزبده وكندلكوها بالمدلك حتى كتجينا دائره كبيره، كنهزوها يعني كنلويوها على هذاك المدلك باش كتسهل لنا العمليه، وكنديروها من فوق هذيك الكويره الاولى اللي ورقنا بالزبده وكبرناها ودلكناها يعني ورقناها بالمدلك، فكتجينا وحده على وحده يعني بحال كيف كنقولوا يعني كريب فوق كريب ولا بغريره فوق بغريره، يعني هذا غير بالنسبه للشكل، يعني كتجينا على شكل طبقات، يعني ما ناخذوش كويره وندلكوها وناخذوا الكويره الثانيه ونديروها فوق منها وندلكوها، لانه غادي تخلط الحجم ديالها وما غاديش تبقى تبان بان على شكل طبقات، وبالتالي ما غاتجيناش مورقه، فضروري انه هادشي علاش من الافضل ان نديروها في شي بلاصه اللي هي متسعه باش تسهل لنا العمليه، يعني
نديرو الكويره الاولى ونورقوها مزيان بالمدلك وندهنوها بالزبده، يعني كتورق بالزبده وكنورقوها بالمدلك حتى كتجينا ديك الكويره الصغيره كتعراض وكتولي دائره كبيره. ناخذ كذلك الكويره الثانيه كنورقوها بالزبده، ضروري اننا نديرو ما بين طبقات الزبده، يعني كنورقو كل كويره بالزبده مذوبه وكنورقوها بالمدلك مزيان حتى كتكبر، وكنهزوها كنديروها فوق الدائره الثانيه، وحنا غاديين كنديروا كويره كنورقوها مزيان حتى كتكبر وكندهنوها بالزبده مزيان وكنديروها فوق يعني الكويره الثانيه، وحنا غاديين الكويره الثالثه وحنا مدهونين بالزبده كنبقاو ندهنوا على شكل طبقات حتى كنكملوا وكنحصلوا على 8 تقريبا، وهي اللي خرجت لنا قل او خرجت لنا اكثر، فعلى حسب كتجي على حسب التقسيمات ديال يعني ديال الكويرات اللي حنا قسمنا على حسب العجين. اكيد الا ضعفنا الكميه راه غتجينا اكثر من 8 ديال الكويرات متوسطين. ملي كنكملوا ملي كندهنوا كاع هاد الوريقات يعني ديال الكويرات ديال الكرواسه وكنديروا طبقه فوق طبقه حتى كيكبروا مزيان، فكنحصلوا على واحد الدائره اللي هي كبيره على شكل طبقات، يعني كتبان لنا انها على شكل طبقات. ثم كنحاولوا نبسطوها واحد شويه بالمدلك، ومباشره كناخذوا اما موس ماضي اولا كناخذوا هذيك القطعه ديال البيتزا اللي كنقطعوا بها البيتزا ملي كطيب، وكنبقاو غاديين يعني من الفوق كيف كنقطعوا البيتزا، يعني ملي كطيب البيتزا وكنقطعوها باش ناكلوها بهذاك الشكل غادي نقطعوا هاد الكرواسه، يعني كنمشيو من الجهه الفوق فوقانيه وحنا غاديين يعني على شكل عمودي ولا على شكل افقي، وحنا غاديين يعني من الفوق حتى لتحت عاوتاني من اليمين حتى اليسار حتى كنبداو نقطعوا، كتجينا على شكل انصاف مثلثات، يعني كتجينا على شكل مثلثات بحال هذاك المثلث ديال الحرشه اولا المثلث ديال البيتزا اللي كناكلو كل واحد كيجيه طرف، فهذاك الشكل هو باش كتخرج لنا يعني على شكل كرواسه سامبل يعني هلاليات على شكل هلاليات ماشي البتي بان. فملي كنكملوا بهذه الطريقه كيف قلنا كويره فوق كويره مورقين بالزبده يعني يكونوا كبار حتى كنحصلوا على واحد الدائره اللي هي كبيره، وضروري نصيحه مهمه وانه ما ناخذوش كويره ونقرصوها فوق كويره قبل ما اننا ندهنوها وقبل ما نورقوها وكتكبر لينا دائره، لانه الا درنا كويره فوق واحد الدائره فغادي تخلط وما غاديش تجينا مورقه، غادي تجينا غير كويره ملاصقه مع الاخرى. فضروري نصيحة مهمة باش تجينا هاد كرواسة مورقة بالنسبة للطريقة ديالها هو اننا كنورقوا هذيك الكويرة حتى كتكبر مزيان وكنحصلوا على دائرة، وكندهنوها بالزبدة كنورقوها مزيان بالزبدة مذوبة اللي حطينا قدامنا، كنعاودوا ناخذوا كويرة ثانية كندهنوها بالزبدة ونورقوها بالمدلك مزيان، كنهزوها يعني كبرات يعني عرضت هذيك الدائرة وكنحطوها فوق الدائرة الثانية، ودائما على شكل طبقات وحنا كنورقوا بالزبدة حتى كنكملوا. من بعد كنقطعوها قلنا بالموس ولا كنقطعوها بالديك القطاعة ديال البيتزا لأنه حتى هي ماضية، وكنبقاو غاديين من الفوق حتى لتحت من اليمين حتى اليسار باش كيجينا على شكل مثلثات كيف قلنا شكل في التقطيعه، باش كتجينا على شكل مثلثات كتجينا بحال كيف كنقطعوا البيتزا كل واحد كياخذ يعني الطرف على شكل مثلث، فهذوك هما كنحصلوا على مثلثات. كل مثلث لكم الاختيار بالنسبه للتزيين ديال هذه الكرواسه، اما نخليوه ما فيه حتى شي حاجه يعني سامبل وكنبداو من هذاك القنت، يعني حصلنا على مثلث في الاخير يعني حصلنا على يعني مثلثات كثيره، غادي ناخذوا كل مثلث فيه جوج قنات واحد اليمين اليسار وقنت واحد بوحدو، فغادي ناخذوا هذاك يعني كناخذوا دوك جوج قنات وكنبقاو غاديين كنبرموا بحال شناك كنبرموا حتى كنوصلوا لهذاك القنت اللي بوحدو، وكنميلوا كنقوصوا هذاك الشكل باش كيجينا على شكل هلاليات، وكنبقاو غاديين حتى كنكملوا. هذه الا بغيناها ما فيها حتى شي حاجه، ممكن اننا نديروا طريف ديال الشوكولات اما العادي او هذاك الطويل اللي تيكون بحال السيجار اللي هو خاص بكرواسه، ممكن نديروها نديروا فيها العقده ديال الكاوكاو العقده ديال اللوز، ممكن نديروا كريم باتيسير تكون عقده شويه بالتنسيمه اللي بغينا اما بالفاني اما بالحامض، ومن بعد حتى كنكملوا التزيين ممكن نديروا طريف ديال الفرماج، لكم الاختيار، مهم عندكم القاعده الاساسيه ديال هذا العجين ديال هذه الكرواسه اللي كتجي مورقه، وبالنسبه للتزيين كيبقى الاختيار ديالكم في الحشوات اللي بغينا نديروا. مباشره كناخذوا ورق الطهي يعني بابي سيلفوريزي كنستفوه في اللاطه كنحطوا هاد يعني الهلاليات ديال الكرواسه هاد العجين ديال الكرواسه يعني الكرواسه اللي حصلنا عليها، ومباشره كناخذوا بالنسبه للدهن لكم الاختيار، كل سيده واللي كدهن الكروس اللي كدهن يعني الكرواسه، ممكن ناخذوا صفار بيضه مع بيضه وحده كامله مع شويه ديال الخل قطرات من الخل مع شويه ديال الحليب ومع القهوه سريعه الذوبان، كنخلطوا هذا الخليط كنحصلوا على واحد السائل اللي ممكن اننا ندهنوا به بسهوله هاد الكرواسه ديالنا، فكتجي واحد اللون ديالها ذهبي. قلنا بيضه وحده كامله صفار بيضه
قطرات من الخل، شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، وشويه ديال الحليب باش كيذوب لينا داك القهوه. كنبداو نخلطوا وكناخذوا الشيته وكنبقاو ندهنوا كرواسون، ومن بعد كنخليوها حتى كتخمر مزيان وكندخلوها الفران حتى كطيب وكتحمر بالطريقه العاديه، فكتجينا مورقه اما سامبل قلنا ما فيها والو خاويه من الوصف، اما يعني فيها عقده ديال الكاوكاو ولا ديال اللوز اولا الكريم باتيسير. وبالنسبه للتزيين من الفوق ملي كتدير يعني اما ندهنوها بالكونفيتو نرشوا بشويه ديال اللوز مهرمش ولا اللوز افيلي نرشوا بالسكر كلاصي يعني حتى كيبردوا. ممكن اللي درنا فيهم الكريم باتيسير بالنكهه ديال الحامض نرشوا نحكوا شويه ديال القشور ديال الحامض مخلطين مع السكر كلاصي. الا درنا مثلا الا درنا العقده ديال اللوز مثلا ممكن نديروا لي زاموند افيلي محمرين يعني نديروهم الفوق. ممكن يعني بالنسبه للتزيين كل كميه ديال الكرواسون نزينوها بشكل اللي بغينا. فنتمنى انكم تجربوا هذا الاقتراح اللي طلبوا بزاف ديال المستمعات، لانه كتجي كرواسه سهله ومورقه وبالصحه والراحه.